في جامعة القاهرة عضوة في الحرس. أنا كنت طالبة في طلاب المدارس الإشراقيين الثوريين قبل ما أدخل الجامعة، كانت تجربة مفيدة أكيد، كانت عامة يعني بالخبرات خبرات. لما دخلت الجامعة شفت الاختلاف ما بين العمل الطلابي في المدارس وما بين العمل الطلابي في الجامعة، ازاي هو أسهل من ناحية يعني عندك مجموعة بتشتغلي معاها في نفس المكان بتاعك، مش مجموعة مركزية بتكون طلاب من مختلف المدارس الموجودة في كل الأنحاء الجمهورية، لكن في نفس الوقت هي أصعب من ناحية العوائق اللي بتقابلك، أول الأمن اللي بيضايق عليكي أكتر من غيرك من الحركات التانية، لحد اللايحة الطلابية اللي ممكن تمنع لك نشاطك في أي وقت إنك تدي الحق ده للاتحاد، هي أصلا اللايحة مش بتاخد فينا حتى فيها حتى رأينا ولا رأي أي حد من الطلبة غير الاتحاد الطلاب في مصر، كان بيمثلوا الإخوان بشكل فعلي يعني. لحد قانون الحظر الحزبي اللي طلع بعد ما الإخوان خسروا انتخابات اتحادات الطلاب، اللي بيمنعنا من ممارسة أي عمل سياسي داخل الجامعة. احنا رؤيتنا للعمل مطلوب انها نشوف ان العمل لازم يختلف عن زمان قبل الثورة. الثورة ادتنا مساحات اوسع من قبل الثورة مهما يكون يعني، لازم نستغل ده في ان احنا نبتدي نتخلى عن الاليات القديمة اللي هي كانت ان احنا بنشتغل كمجموعة مركزية جوه الجامعة، ان احنا نتقسم مجموعات محلية ندخل طلبة في مدرجاتهم ونبقى بينهم في المساحة وكل حتة في كليتهم، وده هيخلينا نوصل للطلبة بشكل أسرع، لأن برنامجنا اللي بيضم نقط كتيرة زي اللايحة والعدالة الاجتماعية ودعم الكتاب كل ده داخل الجامعة مش هيتحقق غير عن طريق آلاف الطلبة اللي بيدعمونا جوه المدرجات وجوه كلياتنا. وده كمان خلينا لازم نبص من ناحية ان احنا لازم نكون جبهات ثورية جوه كل كلية، يعني بشكل هرمي من تحت القاعدة للقمة، مش العكس، مش ان احنا نبني جبهة كبيرة بعد كده نوصل لتحت، لا احنا نبني جبهة من الطلاب نفسهم نوصل للخيارات بعد كده. هشام احمد، محدث اعلامي باسم الطلاب المشاركين. النهارده احنا يعني فخورين بان احنا نعلن ان احنا نجحنا في اقامه اول مؤتمر علني لحركه طلابيه او حركه سياسيه في احدى الجامعات المصريه من اكثر من 35 سنه او اكثر يتم تنظيمه بالشكل ده. احنا الدوره الاولانيه لهذا المؤتمر عقدناها السنه اللي فاتت بعد خناقه استمرت حوالي 6 ساعات مع الامن الاداري بتاع الجامعه، وعملناها في جنينه من الجناين، قعدنا الناس على الارض وفضلنا نتخانق 6 ساعات علشان ندخل ميكروفون وسماعه صغيره علشان نتناقش مع الناس، كنا مضطرين نعتمد بس على قوة القوة البشرية بتاعة أعضاء الحركة في جامعة القاهرة بس، ما كانش عندنا فرصة إن احنا نستعين ولا أعضاء من المكتب السياسي للحركة ولا وجوه إعلامية معروفة أو سياسية معروفة زي أستاذ وائل جمال مثلا. بس السنة دي المؤتمر ده بيجري تنظيمه على خلفية حراك طلابي مستمر من لحظة انطلاق ثورتنا من سنتين، وما شكلوش هينتهي قريب خالص، بل بالعكس الحركه الطلابيه بتطور نفسها. واقامتنا للمؤتمر ده النهارده هو دليل على تطور الحركه الطلابيه وقدرتها على يعني انتزاع ما تم مصادرته منها من حقوق عن طريق نظام مبارك والمجلس العسكري، ودلوقتي طلاب بيحاولوا يخرجوا نفس الخطه التشريعيه القديمه بتاعت النظام اللي فات عن طريق لائحه طلابيه جديده تتابع طلاب الاخوان واقرها وزير التعليم العالي بعيد عن الطلاب، وعن طريق قانون تنظيم الجامعات سيء السمعه اللي مستمر من ايام مبارك، كمان عن طريق القرار العبثي الاخير بتاع حظر النشاط الحزبي في الجامعات. احنا من في المؤتمر ده احنا بنتحدى وزير التعليم العالي، بنتحدى السلطات
التنفيذية في دولة مرسي والبلوم، وبنقيم مؤتمر سياسي علني لحركة سياسية هدفها بناء حزب ثوري جماهيري لانتصار الثورة المصرية. النهاردة بتنظيم المؤتمر دوت بالتعاون مع زمايلنا المحترمين الثوريين في تحدي طلاب سياسة واقتصاد، احنا النهاردة مع طلاب سياسة واقتصاد بنتحدى قرار مجلس الأعلى للجامعات بحظر عمل الحزبي. وانا احب اقول ايوه ده عمل حزبي، عمل سياسي، عمل حزبي، واحنا مش خجلانين ان احنا نقول دوت، ومش هنخاف من القرارات، ومستعدين ان احنا نخوض المعركه دي. احنا طبعا عايزين نوجه شكر ما دام قدامنا كاميرا، فاحنا عايزين نوجه شكر لكل الطلاب جامعه القاهره ومن الجامعات الثانيه من حركه الشرقيين الثوريين او من الاحزاب والحركات اللي بتنسق معانا، او حتى طلاب الكليات المستقلين اللي جم شاركوا وساهموا في انجاح المؤتمر النهارده. شكرا عميق، وبندعوهم كلهم اللي بيكونوا مش في حركه الاشتراكيين الثوريين ينضموا لحركه الاشتراكيين، اللي بيشتغل اوريدي مع احزاب ومجموعات ثانيه، بندعوهم لتكوين جبهات طلابيه على مستوى الكليه والقسم وعلى مستوى الجامعه، ثم على بعد كده نبقى نفكر في الجامعه.